السلام عليكم، اليوم راح نخدم واحد ليكزارسيس في التيوريم، لابليكاسيون ديال التيوريم دي تاعنا. دونك ليكزارسيس هو اللي كتشوفو دابا، يعطيك دي سيني لو جينيراتور دي تاعنا دو لا فيغور سيفونت سون تونير كونت دو لا ريزيستانس ار. يعني هاد الجيم مشبوكش عليه، يعني ترسم جينيراتور دي تاعنا او بورن ديال هاد لا ريزيستانس ناعي، نسميو واحد بوان ا، نسميو من واحد بوان بي. دونك هذا هو اول سؤال باش نتفكروا لا ديمارش كيفاش كنديروا، تكنحسبوا كيفاش تكنقادوا هاد جينيراتور دو تيرن هذا. دونك لا ديمارش هي هادي، كيكون عندنا واحد دي بو مثلا هو هذا، بغي نحسبوا لو جينيراتور دو تيرن او بون ندير هاد دي بو هذا. دونك كيفاش غادي نديرو؟ كنحيدو اولا، كنحيدو هاد لاشارج هادي اللي كتكون لهنايا. فهاد الحالة عندنا لاشارج هي هاد لا ريزيستانس هادي، و الديبول هدا هو هادشي هدا لي هنا، هدا هو الديبول هدا. عندنا لا ريزيستونس هي هاد لاشارج، دونك نحيدو هاد الديبول هدا، كنردو على شكل اه تي هنا و ار تي هنا، فوالا، بلوس هاد لاشارج هدي لي غادي نركبوها من بعد. دونك كيفاش كنحسبو هاد او تي هنا؟ كيفاش تحسبو او تي هنا على جينيراتور بعدا؟ دونك هي هاد لاطونسيون لي كاينة بين ا و بي، كنحسب لاطونسيون U A P، هاد لاطونسيون U A P لي هنا هي لي كتعطينا أو دو تي، لي حسبنا هاديك لي خرجنا هو أو دو تي. كيفاش نحسبو أر دو تي ولا أر تي هنا؟ هي عاوتاني لا ريزيستونس مزوري أونتخ أ و بي، عاوتاني هي نفسها. دونك أ و بي لوغسكو لو ديبول فين يكون لو ديبول دي إي ديبرونشي، دونك ديما كنخدمو حنا هاد لو ديبول هذا ديبرونشي على هاد لاشارج هذا، ديما كنحيدو لاشارج من هنايا كنخليو غير دي بول و دي بول اوفر دو ا بو، كنحسبو لا ريزيستونس ايكيفالونس اوفر هاديك لي دو بو هادو، كنديرو ديك هي ريزيستونس ايكيفالون يا ا تي بلا. و ملي كنبغيو نحسبو ا تي بلا كنديرو واحد جوج الحوايج، شنو هما؟ هو ان لي جينيراتور دو طونسيون، اي جينيراتور دو طونسيون كنديرو باركور، كنديرو لي كور سيركو. دونك ماشي كنديرو لي كور سيركو، كنغوبلاسيو باركور سيركو، يعني بلاصتو كنديرو سلك. كان عندنا جينيراتور مثلا هو هذا، كنحيدو كنديرو سلك، كندوزو سلك عادي. كان عندنا جينيراتور دو كورون، جينيراتور دو كورون كنشانجيو باغ انتربتور اوفر، دونك ولا سيركوي اوفر. هادشي لي كندير، هادي لا ديمارش حنا شرحناها ساهلة وبسيطة، دونك اللي مهماش يعاود الفيديو شو دابا التمرين. دونك عندنا هي هاد هو الديب، هاد هو السيركوي. حنا بغينا نحسبو لو جينيراتور دو تيرن او ولا لو شيما دو تيرن ايكيفالون او بون هاد لي دو بون لي كاينين، حيت ما قالك سون تونير كونت دو لا ريزيستونس ار، لا ريزيستونس ار ما غاتكونش. دونك غنحسبو فهاد البلاصة، هادشي اللي غنديرو. دونك نمشيو هنايا، فوالا. دونك عندنا هذا هو الهدف، ولا ريزيستونس كانت هنايا، لا ريزيستونس كانت فهاد البلاصة، حيدناها خلينا ابي. دونك كيفاش غنحسبو؟ قلنا يو ا دي، يو ا دي ساهله جدا، هي لا طونسيون يو ا دي ولا او تي هنا هي لا طونسيون يو ا دي، لا طونسيون يو ا دي تي في يو ا دي اوفر ديال هاد البلاصه قلنا هي او تي هنا. دونك كيفاش غادي ديرو؟ ساهله هنايا، هنا غيدخل ايدوز عندنا كورون هنا اي طالع هنا، غادي يوصل هنايا غادي يتفرق، بويسكو هنا غادي يدخل واحد اي مثلا اي ان اي ان اي ان هنا يهبط اي دو. فوالا، دونك بويسكو هنايا عندنا با دو شارج، يعني ما كاين حتى شي حاجه هنايا كتشارجي هنايا هاد لو كورون، يعني هاد البلاصه هاد هاد لا ريزيستونس هادي ار 4 ماشي حتى شي حاجه هنايا، يعني هاد لو كورون هادي كيدوز غير غير فيف، يعني هاد لو كورون هادا مكاين، فهمت؟ إيكالا إيكالا زيرو، إي أن إيكالا زيرو، مكاين حتى شي حاجة كتشارجي هنا، لو كورون إي أن إيكالا زيرو. دونك غيبقى لنا غير هاد لو كورون إلي كيدوز هنا ديما كيرجع هو نفسو إي دو هادا، إي أن إيكالا زيرو، إي يعني كتبقى إي وحدة غادية من هنا. دونك إلا بغينا نحسبو لاطونسيو إي أ بي أو بغينا هاد البلاصة هادي لي هي هاد البلاصة، دونك هادي إي أ بي، كيفاش غنديرو؟ ديفيزور دو طونسيون راه ايزي، راه ساهلة. ديفيزور دو طونسيون شنو غنديرو هنايا؟ راه ديما شاف
qui m'a fait un diviseur de tension, j'ai un discours à l'ordre. Donc, diviseur de tension, AB égale HL, RT, R3, R3, fois le générateur avec un faible tension globale 2 sur R1 plus R2 plus R3. R1 plus R2 plus R3. Petite CO. Est-ce pour chalabrine donc l'application numérique. Certains R3 HL bien. Dans le meilleur, ce montage sur culture bio. Donc, maintenant, c'est un volt. Donc, UAB, il y a ETF. UAB, il y a ETF maintenant. Ça, c'est un peu lourd. Donc, ETF, ETF, c'est un volt. Alors, ETF, c'est un volt même. قالت لي هنا ار بي فنا جاي كيفاش غنديرو ليها. قلنا الجينيراتور في ما نلقاو جينيراتور شي جينيراتور كنحسبو لا ريزيستانس ايكيفالونت هنايا وفي ما نلقاو شي جينيراتور دو كورون جينيراتور دو كورون دو كور جينيراتور دو تونس جينيراتور دو تونس في ما نلقاو كيولي ايكيفالون ا كور سيركو فوالا ا كور سيركو وفي ما نلقاو جينيراتور de courant, des générateurs de tension, on va le chercher générateur de courant équivalent circuit ouvert. Voilà. Donc il y a un générateur de tension. Donc ça de voir c'est Hedy. Et un bref, donc je vous le dis, il y a une nest qui m'a traîné, ça m'a fait une nest qui a dit ok. Voilà. Donc le schéma de Raoul Lélina, qui fait Raoul Lélina, j'ai une distance derrière. Je vous le dis maintenant. Voilà. Voilà. Donc elle dit R1, elle dit R2, elle dit R3, ou elle dit R4. On est A, on est B. Donc là, on est R1 en série avec R2. Donc R1, R2 sont en série. En série. Donc on a le plus c'est derrière. Il y a une idée sur la résistance équivalente de la branche et R1 plus R2. Donc, on dit que c'est là. Je vais faire R2. Je ne sais pas où. Il y a une idée. Il faut faire la branche et diminuer derrière. Tel là. Il y a une idée R1 plus R2. Voilà. R1 plus R2, mais on peut tout. Il y a les deux neuf résistances en faisant campagne, alors on a géré là. Et là, on a géré là. Si vous voulez être là, résistance en deux liées avec R1 plus R2. R1 plus R2. Mais il y a de la résistance R1 plus R2, parallèle à R3. Donc parallèle avec R3. Donc, on dit on a géré là. Donc parallèle à R3, donc il y a R1 plus R2 parallèle à R3 et donc parallèle en série à R4, donc à Tchad en série avec R4 et dit R4. Donc on a ce mot à R1 plus R2 c'est avec meeting parallèle à R3 et les meeting tout bien. Il y a missile R3 à 1000, donc voilà, missile 1000, et là, missile 2000. C'est pas énorme, c'est ceci, enfin c'est le chat, plus R4 lire, bien. Donc mieux ceci, enfin c'est là, donc mieux ceci. Passer là, ça, qui est en
ارتدنا كذا فوالا دونك حنا حسبنا بديت 3 فولت حسبنا ارتدنا هي 160 فاصل السقف في الأرض دونك نجيو نعاودو نصايبو ليكيفالون هنا دونك هذا ليكيفالون كي نضغط على ارتدنا ارتدنا R-T-F-N-A K-T-S-A-W-I S-T-A-V-O-L-T R-T-F-N-A M-I-O-S-T-O-S-I-N F-A-S-I-L-E-S-T K-I-L-O K-I-L-O-O Voilà. Ok, dans le schéma équivalent. Deuxième question, je te dis pour R, d'abord, n'achlo R. Pour R qui est au mieux 50, déterminer le courant qui traverse R. Et quel R qui est au mieux 50? Donc, j'ai une aïe, plus R. Voilà. Donc, il dit R qui est au mieux 50, j'ai un kilo ohm, un ohm. Kilo. Kilo ohm. J'ai un aïe, c'est où il est le courant qui traverse R. Donc, c'est R là. Donc, le courant, on a fait un peu de temps. On dit le diviseur de pension de l'île, c'est R là. UR. اللي هي ار اي كتساوي شنو ار فوا لا طونسيون جلوبال اللي هي او تي بلو لا ار تي بلو بليس ار تبارك هادي بعدا نحنا نبغي الكورون ها هو الكورون دونك هي او تي بلو على ار تي بلو بليس ار دونك او تي بلو 6 ار تي بلو 166 باسيل 6 بليس 150 نديرو نحسبو شحال تبعينا ستة قسمة مية ستة زائد مية وخمسين صفر فاصلة صفر تمنتاش دونك خرجينا نشيل صفر فاصلة صفر تمنتاش أمتار يشعل 18 مليون أمتار ولكن لا بلاتي يعني كاين اللي خاص نضربو في 10 اس 3 هادشي تسمى كيلو دونك ندير في 10 اس 3 يعني شحال تولي هنا طلع هنايا في 10 اس ناقص 3 الواجب تسمى نسيت ان هذا كيلو اوم ماشي اوم دونك 10 اس ناقص 3 يشعل تولي 18 ميكرو امبير دونك هذا هو الكورون اللي كيترافيرس لينا لا ريزيستانس ار السؤال الاخر كالكولي لا بويسونس فورني ا ار دونك لا بويسونس راه معروفه اي فوا اي اللي هي ار اي كاري ار شحال 250 اي كاري 18 ميكرو امبير نطرح متر أمبير هي 18 عشرة أس ناقص 6 أمبير أو كاري سبوها دونك 150 في 10 أس 3 ديما كنستعملوها غير تمن 150 في 10 أس 3 كيلو أم 10 أس 3 دونك شحال تجي 160 18 في 10 أس ناقص 6 كاري طلع في 10 أس 3 بيسونس بروا 10 المهم تتعاد هذه الكالكيل اللي ميريكا ماشي مشكل دونك خرجت ليا مش عارف هنايا 5 5 هنايا 5000 104 المهم هذا الكالكيل في 10 أس ناقص 5 تتأكدوا من النواة تتأكدوا من النواة دونك هذا هو الحساب كيفاش كنديروا ار تي بنا ار تي بنا هو اللي مهم عندنا ما تشي غير كالكيل عادي ماشي مشكل دونك عرفنا كيفاش نحسبوا ار تي بنا عرفنا كيفاش نحسبوا ار تي بنا دونك لا ديمارش راه ساهلة نعاود ندير واحد الريجيم خفيف كنحيدوا لا شارج فوالا اليوم اللي بينا هو هذا دونك كنحيدوا لا شارج كنحسبوا لي غاتور دو تي بنا هنا اللي هي لا طونسيون ما بين ليفر ا بي هادشي اللي درنا هنايا حسبنا لا ديبونسيون اللي كاين هنايا دونك هو ار تي اف هو ار تي اف هي عاوتاني
R1 هي يعني لا ريزيستانس ايكيفالونس اونتر ليفون ا دي، هي نفس اللي حسبنا هنايا. دونك R1 صافي، من بعد كنبرونشي ولا شارج اللي حيدنا في اللور وخدام في الحساب. هادشي اللي كاين في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.